خبر؟ ده انت مش انت، حقيقي معرفتكش. شغلتي عايزه كده. برافو. ايه؟ في ايه؟ مع انهم حذروني منك وده فيه خطر كبير على حياتي، لكن برضو جيت اقابلك لان حسيت من صوتك انك انسان صادق. صحيح. وفي نفس الوقت عايز اعرف ايه هي الحاجة المهمة اللي انت عايز تشوفني عشانها. عايز اشتغل معاكم. اشتغل معانا فين؟ في العصابة. ما تقولش عصابة، دي منظمة محترمة الغرض منها تنفيذ عمليات غير قانونية. سميها زي ما تسميها، المهم لازم ابقى معاكم. لكن انت راجل شريف. كنت. ودلوقتي عايز ابقى غني، معايا فلوس، وما عنديش مانع كمان اني ابقى مليونير. حاجة من الاثنين، يا انت عبيط يا بتستعبط. انا بتكلم جد. ما عندكش فكرة يا رفض بيه مدى الالم اللي حسيته بسببها. انت بتتكلم عن مين؟ بتكلم عن خطيبتك. قصدي خطيبتي. قصدي خطيبتنا احنا الاثنين. منى. بسببها مستعد اعمل اي حاجة علشان اكون ثروة واغتني. وافرض اني اديتك الفرصة، انا هستفيد ايه؟ انا عاجبك قوي يا رأفت بيه. انا ليا افكار حلوة ومخي نظيف، وغير كده انا امين، اخدم اللي يخدمني برقبتي. يا سلام. وكمان غير كده انا اعرف حاجات عن منى وابوها لو اقولها لك يمكن تنفعك في شغلك وتبعد عنك الخطر. حد بيراقبنا. ما تخافش، اوعى تفتكر انا جايبك هنا علشان اسلمك ليهم. تاكد ان انا هنقذك منهم. ومعايا من سكات. التعليمات.
غريبة عن عز الدين. يا إخواني، إن الفقراء والمتسولين إخواننا في الإنسانية، وإن نسيناهم فكأننا ننسى جزء من أنفسنا. وكيف يتأتى لأي منا أن ينعم بالطعام الدسم وفراش وسير وله أخوة في البشرية يتضورون جوعا ويتفلسعون بردا؟ وهنيالك يا فاعل الخير، ومن قدم شيء بيداه التقاه، وكل فاني واللي عند الله باقي. يا إخواني، لقد جمعتكم الآن إخواني المتسولين لأقول لكم الكلمة الخالدة: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. عن إذنكم دقيقة واحدة. أهلا وسهلا يا فندم، ده شرف كبير للجمعية. جمعية؟ أي يا فندم، جمعية المحافظة على حسن السير والسلوك يا فندم. أهلا وسهلا، تحت أمرك. أكيد جايين تتبرعوا للجمعية. لا، احنا جايين نفتش. فش عليه يا فندم، دي جمعيه محترمه جدا. ده انا لسه النهارده كنت مقدم علشان اجيب تصريح. مفهوم مفهوم، اصلنا بندور على مجرم خطير جدا، وفي احتمال كبير انه يكون موجود هنا. ما افتكرش يا فندم. على كل حال، احنا مستعدين نخدم رجال القانون والقانون نفسه. اتفضل يا فندم. اسمح لنا. اه يا فندم، بس اتقابل سيادتك رئيس الجمعيه اولا. انا عضو عادي يا فندم. اتفضل سيادتك. اتفضل. البيه ضابط بوليس وعاوز يقابل سيادتك. اتفضل. صباح الخير. انت رئيس الجمعيه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيادتك، شرفت الجمعيه. احنا يسعدنا جدا مساهمتنا زي سعادتك في رفع مستوى جمعيتنا الموقره، جمعيه المحافظه على حسن السير والسلوك. في الواقع انا ده كتاب موجود فيه جميع اغراض الجمعيه. شيء لطيف جدا يا سعاده البيه. احنا بنعمل اللي يرضي ربنا وبس. قلت لي سعاده البي كان جاي يزورنا ليه؟ هو كان جاي عشان لا دي مجرد زياره للتعارف. سعاده البي، ارجوك ما تحرمناش من مجهوداتك لرفع مستوى الجمعيه. ضروري ضروري، عن اذنك. اتفضل يا فندم. وصل سعاده البي، ما اشربش الشاي، اشرب كازوزه انا. نعم. لا ولا حاجه، وصل. اتفضل يا فندم. اتفضل. مع الف سلامه. انستم مشرفتم يا فندم. مع الف سلامه يا فندم. مع الف سلامه. مع السلامة يا فندم. تمام. آخر تمام. جمعية خيرية؟ عصابة مشربش الشاي، مكتب لجمعية خيرية؟ إيه؟ لعلها الهداية استحدثت لهم يا جناب ضابطي. وفي القديم قالت الشاعر: بلاش كلام فارغ. دولت مجرمين ولا يمكن أبدا يدوبوا على اللي في دماغهم. واللي مجنني، اللي مجنني عمر. عمر يا منى. عمر الشندوري رئيس لجمعية خيرية، يعني رئيس الحصار. مش ممكن. مش ممكن ايه؟ بقول لك شافوه بعينيهم هناك. لعله تشقلب يا جناب الضابطي، وفي القديمات قالت الشعراء. بس انت تسكت خالص، مش عايز اسمع صوتك، فاهم؟ انا مش عارف عمر بيعمل كده ليه، بيتصرف كده ازاي. أود يا حضرات ضابطي أن أقول لكم شيئا. أنا السبب في كل اللي عمله عمر. وأنت ذنبك إيه بس يا بنتي؟ لولا صدمة عمر في حبه ليا، ما كانش ممكن يتصرف بالطريقة دي أبدا. بابا، أنا لازم أنقذه، لازم أفهمه إني اتصرفت معاه كده غصب عني، كانت أوامر. أنت مجنونة. أبقى مجنونة لو سبته على عماه. أنا لازم أفهمه، لازم أقابله. عايزة تروحي للعصابة برجليكي؟ مش لازم أروح هناك، لكن لازم أقابله. اللي مش لازم تروحي هناك، لكن لازم تقابليه. فالزورة دي ولا ايه؟ ومين هيخليك تقابليه؟ This is the great Lupin speaking. Who is it, please? Yeah. What? What? Okay. من
الذي يحدثني من خلال المذياع المسرة. منى أنسة. ما الذي تلك تريد أنت مني هو؟ أنا عايز أشوفك ضروري. لا، مسألة مهمة جدا، مش شغل، مسألة عاطفية. مسائل عواطفية؟ نعم يا أختي، ذا جريت لوبين لا يتقابل معكم لمسائل عواطفية إطلاقا. أرفض رفضا. أوكي. نظرا لموقفكم سوف نرسل المساعد، مساعدنا الخاص، وصفا للمكان. الموضوع يا مسيو لوبين يتعلق بيا وواحد. اعرف. تعرف منين؟ لقد قلت في المسرة ان المسألة عاطفية، والمسألة العاطفية لابد لها من اثنين طرفان، الطرف الاول بنت والطرف الثاني موس بنت. هايل، انت نبيه جدا. اعلم. ارق وانبل انسان شفته في حياتي. اعرف تماما. ومش عارفك بدي كمان، لانه عندما بنت زي الايشتا زيك تحب افنديا، لابد هذا الافنديا يكون شخص رقيق ونبيل ومهذب. سيسا؟ لا، ده انت عبقري. عالم تلك كمان. حصل بينا سوء تفاهم. بيننا؟ لا، انا وهو. هو يعني انا؟ مش انت، عمر. عمر؟ ايوه، زعيمة العصابة. عمر انسان شريف، وتصرفاتي معه هي اللي خليته يعمل كده، ونفسي اقابله عشان اشرح له السبب في اللي عملته. علشان كده اتصلت بيك يا مسيو كاربونات. ولماذا بالكربوناتو تتصلون بالذات؟ لانك انسان شهم، ومش ممكن ترفض مساعدة اتنين بيحبوا بعض. سي، هذه حقيقة. انا متأكدة انك مش هترفض طرفي. أنستي، لقد حركت وطرت قلبي، ولابد أن أساعدك، ولكن كيف أقابل هذا العمر وهو في وسط العصابة المتجرمون؟ يعني أنت خايف منهم؟ لست بخائف. كربوناتو لا يهاب، ولكن كيف ألتقي بالعمر؟ طبعا يا مستر كربوناتو، ده انت نبيل وذكي وعبقري. اعلم. ايه؟ سوف نتقابل هنا في نفس المكان غدا، وسافكر في الطريقه التي يقابل بها كربوناتو العمر. متشكر قوي. اطمن يا رافع البيت، انت هتسافر وتسيب العصابه في ايد امينه. انا متاكد من امانتك يا عمر، بس في مشكله صغيره تمنعني من السفر. ايه هي؟ البوليس مراقبني، واكيد مفتح عينيه على كل المطارات والمواد. انا هلاقي لك طريقه تخرجك من البلد زي ما تخرج الشعره من العجين. ازاي يا رافض بيه؟ انت بتشتغل مع انسان مرتب التفكير، عبقري التصرف، هنا في مخ مش فاصوليا. انا عايز الكلام ده يترجم لتصرفات يا بطل. هترجمهولك ان شاء الله، هترجمهولك باللويندي.
رجعوني عينيك، رجعوني عينيك لايام اللي راحت. تعال افندم. بص على الراجل اللي هناك ده، مش هو ده الراجل اللي ايوه هو ده الراجل اللي ده كلام كبير قوي. ده بيراقبونا بقى؟ لا بيراقبني انا. ليه؟ هو البوليس عايز منك حاجه؟ البوليس لا يمكن يستخدمه بعد ما تاكد من خيبته. امال فكرك مين يعني؟ مفيش غير منى. منى؟ ايوه بيشتغل مع منى، ومنى هي اللي بعتاه. اسمع، عايزك تاخد اتنين رجاله وتمشي وراه. ليه؟ لازم هيقابلها. وبعدين؟ عايزك تجيب لي منى هنا. منى؟ منى ده رأفت بيه هينبسط قوي لما يقابلها بعد المقلب اللي عملته فيه. صحيح، بس اوعى تجيب سيره لحد ما تيجي هنا. رأفت بيه هيكافئك مكافاه عظيمه جدا. يا بيه احنا مش بتوع مكافآت، احنا عايزين نخدم وبس. حلو، يعني هتجيبها؟ زي ما جبناك، ما تقلقش. بعدنا. ليه؟ لا، لعل احدا من العصابات يتركبنا. معك حق. ها عملت ايه؟ لقد انزهدت الى هناك لكي اتركب واتفحص هذا المكان، وعزفت اعزف الالحان واشنق الالحان وصورت للأمر كي تنزلي. افهمته؟ مخه زنيخ، لم تنزلي. هل انت لست المنى؟ ولعلي المنى. منى لقد ضاعت المنى. انت المسؤول عن كل اللي حصل. اتصرف، ارجوك تتصرف. يا عثمان بيه ارجوك تهدى شويه. اهدى اهدى ازاي؟ عايزني اهدى وانت اتخطفت؟ ومين اللي خطفها؟ العصابه. لسه لحد دلوقتي مش متاكدين. مش متاكدين ازاي؟ ما تتكلم يا اخي، اتكلم انت. قول ارجوك. أنا الجاكيت سوف يتكرمش. يتكرمش إيه؟ ما تتكلم وقول حاجة. لو سمحت. أدب. منى مش كانت قاعدة جنبك في الجنينة؟ المنى؟ المنى. مش في الجنينة. نعم. في الحديقة. في الحديقة، عظيم. وفجأة اختفت. مش فجأة. نعم. كأنما الأرض انشقت وزغطتها. وبعد ما زغطتها ظهر بدلها راجل. رجل. ها؟ رجل. 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 سي. طيب اوصفه ايه؟ شكله ايه؟ الوصف. الوصف. ام القوام؟ على بعضه. على بعضه. نعم. انا الاوصاف؟ ايوه. لست ادري. ما تعرفش. بتقول ما تعرفش. يا عثمان. يا عثمان ليه مش كده؟ في اقل من نص ساعة حكوا قدامنا صورة تفصيلية باوصاف الرجل وشكله. اللي قاعد في الجنينة بدل منى. برضه مش الجنينة. الحديقة. الحديقة. سي. كده. سي. خد بالك كويس من الشكل اللي انا هركبه ده. كم. بالنسبة لل لعينيه. العينان. العينان. هي دي؟ لا مش دي. الأخرى كانت عينان أضيقتان. 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 ده إيه عندهم؟
طيب بص كده، بص ايه رايك؟ تحت شوية. سي دي زنبوط. مظبوط. طيب بالنسبة للمناخير خناميرو مناخير ايه رايك؟ دي مفانس منفوش. منفوش دي بارد، دي تاني موس بارد. بص لي كده. اكزاكتمون هذه هي الرجل الساحر ده امبو. يبقى اكيد العصابه هي اللي اختفتها. قلت لك العصابه هي اللي اختفتها. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ هنهاجم الفيلم. مش الشاي اشرب ازوز انا. انت ازاي تعمل كده؟ مين ادالك امر تتصرف بالشكل ده؟ مصلحتكم. مصلحتنا انها تمشي من هنا فورا. البوليس زمانه قلب الدنيا عليها. ليش البوليس وبس؟ في اعتبارات تانية تخلينا لازم نمشيها من هنا. اعتبارات؟ اعتبارات زي ايه؟ زي مثلا ما يصحش واحد مبتدئ زيك ياخد قرار خطير زي ده ويقول ان عمل كده لمصلحتنا. طبعا عشان ما حدش يجرؤ بعد كده انه يتجسس على العصابه. اي واحد يطلب من البوليس انه يعمل كده مستحيل هيوافق. هو ده السبب اللي خلاك تعمل كده؟ طبعا. قول الحقيقه. اللي هي انك بتحبها وعاوز تفضل جنبها ولو في خطر علينا. لا 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 لا، ده تفكير غلط. زي ما قلت لحضرتك، وجود البنت هنا ده خطر علينا كلنا. طول ما كانتش هتمشي من هنا فورا انا هستخيل من العصابه. باب السكه يفوت جمل كده. ايوه كده. هدي نفسك ما تشربش الشاي اشرب الزوزان. ما فكرتش ان البوليس جايز يجي يدور عليها هنا؟ فكرت. ولما يلاقيها؟ كلاك انت. قصدك نفس المكان اللي انت بتستخبى فيه لما البوليس يوصل. على كل اللي قلته لك، بس انت مش عارف السبب ايه. بالعكس انا عارف كل حاجة. عارف ايه؟ عارف السبب اللي خلاك تهزقيني وتحط راسي في الوحل، وعارف كمان السبب اللي خلاك عايزة تعتذريلي. صحيح يا عمر؟ طبعا. لقيتيني زنكوح انكرتيني، وبعد كده لما لقيت دماغي في الوحل حاولت ترفعيني. لا يا عمر لا، انا مش كده، انا مش كده ابدا. لا انت كده، انت كده وستين كده. انت بتشتغلي علشان مصلحتك وبس. في الاول خدعتيني وفهمتيني ان انا رافض، وبعد كده حبيتك. حبيتك وانت ساكته، مع انك عارفه ان الحب ده اخرته ما منوش فايده. ليه عملت كده يا منى؟ ليه يا منى عملت كده؟ ليه غشيتيني؟ ليه حاولت تخدعيني؟ أنا حبيتك من كل قلبي. أنا كنت مستعد أضحي بأغلى شيء في عمري كله علشان خاطر عيونك يا منى. لكن اتضح لي إنك ما تسويش حاجة، أي حاجة، وده السبب اللي خلاني صممت إن أبقى راجل تاني، راجل غني، حتى لو كان الغنى ده على حساب سمعتي وشرفي. وهو اديكي شايفه بعينيكي. غني انما حرامي. يكون في علمك انت
من هنا ورايح هتفضلي عندي انا، حريتك في ايدي انا، انت هتكوني تحت رحمتي انا. رأفت البوليس. طبعا سيادتك ما لقيتش حاجة. اسفين على الازعاج. على العموم احنا تحت امرك، شرفتم وانستم. سيادة اللواء، هل اجد مع سيادتكم كبريتا؟ اذا ساذهب الى العمر لكي اخذ كبريتا. ايوه يا صح الدحم بو. هات الرجالة وتعالى. البوليس خلاص مشي. القمر الكبريت بلاش هيافا، ما عندناش وقت. هيافا؟ المعنى بتاع الهيافا ايه؟ هاتوه هاتوه ايه؟ هيافا هيافا.